مبدئيا انا عايز يجي لي الكار مرتين، انا ماليش فيه، انا عايز شقه في فيصل، خمس فيلل في الساحل الشمالي. بسم الله. وهنفتحهم على بعض عشان احنا عيله واحده زي ما انت شايف كده. حضرات الساده المشاهدين، اينما كنتم اينما كنتم، جاءت اللحظه المنتظره، جاءت اللحظه المنتظره. حسب الله نعمل وكيل في يوم ميلاد السهر، ما شاء الله الامور الثالثه. لو والله محوش له يا جدعان، اقسم بالله التحويشه دي كلها لاجل الغالي. وشالوه هنا بقى في ايه؟ اللبس وايه تاني؟ والشنطه. الشنطه ماشي، حلو اللبس وحلو. خلاص على بركه الله. كالعاده احنا هنبدا بال 120 صندوق، والله اصبح هذا المهم. فانا هبدا بالتاني. ابدا من ايه؟ ده في هنا ايه؟ كار ده كده اهم. انا عايز اشتغل بس. خلينا نبدا بالتاني. يلا بسم الله. ودي يا باشا جازي على اللي فوق. فكره بقى ان انا اصلا نفسي في ماتريالايه، يعني انا كان ماشي. انا هشرح لكم، انا هشرح لكم. انا جدعان معايا ام فور تلجي، اقسم بالله انا معايا ام فور تلجي حلو، ومعايا المعلم ده، معايا اتنين ماتريال. انا كنت عشمان ان انا اجيب ام فور تلجي تاني واتبدله بثلاثه ماتريال واقوم مطور المعلم. يمكن مسج من غير ما ادفع ولا جنيه، فاصبح الام فور تلجي مفقود في الامن. حلو، احنا خلينا نبدا بالصناديق دي، هنشوف هناخد حاجه الليلة ولا لا، عشان هنا في الكار. بتمنى ان انا يجي لي الكار مرتين بقى عشان ايه؟ اخد ماتريالات. يا رب نتمنى ونشوف. انا بتمنى، انا ما عنديش كلام اقوله او ما اعرفش. هنبدا يا باشا مره ثانيه لحجازي، جازي على اللي فوق. يلا بسم الله. خد ابو كرتونه، خد ابو كرتونه. يمكن يجي الحاجات الحلوه اللي شفتها دي. تخطي بقى، نديها تخطي. خلص خلص. لما واحد جاز يعلي فوق، جاز يعلي فوق. يا تشير لا وقفوا وقفوا يا مدحت. طيب يا التحوشه بانها بتروح، بس مش ده المهم، من الاهم الثانيه الصفرة. الصفرة دي الصفرة اهم. شال الام فور التلج ولاد الصرم. طب كنت اصبر افتح الاول، تصبر كده كده مش هيجي لي انا عارف، بس يمكن الراجل بتعالج والعلاج مش جاب معاه نتيجه. انت جاي في ايه؟ مش عارف. حسب الله نعمل وكيل. طب انا معايا فاضل معايا قد ايه كده؟ مساحتي كتير اهو. طب يا جدعان في لبس وحاجات والكلام ده ما عندش عليكم؟ صناديق 83 صندوق. جازي على اللي فوق، وهي ايه؟ ضرب الجزاء. ايوه شنطه. نايس. ايه كمان؟ ايه ده البتاع اللي بيتلبس؟ يا عين اول حاجه رايقه تيجي. هو تعال حلو، ان انا كده كده مش هلبسها اصلا، بس ايش؟ ماذا يحدث في الميدان؟ ايه؟ ايوه ماشي يا بنات. مين؟ ماشي يا عم مثل. قول لي الضحكة دي ايه؟ مفيش همسة؟ مفيش ابتسامة؟ طب سلام؟ طب أي كلمة؟ حبيبي ألو؟ آخر 10 صناديق يرفع يا خراش. يا لهوي يا لهوي، بس الضحكه دي اعرف. قول لي ماشي. انا صندوقين فرد، نفتح صندوقين الفرد ثلاثة. ماشي تعال. الله حسب الله نعم الوكيل في اللي شال الام فور التلج. يا ده اصبر يا ده افتح يا. ماشي خلينا بقى نروح على الاهم. تعال وريني جايب ايه. يمكن الامل منتظر. انا عايز يجيلي الكار مرتين، انا ماليش فيه. بسم الله. اول 10 تاني 10 انا هعدك 10 10 يا رب. ايه ده؟ يا تشير لا وقفوا هنا في ال 120 صندوق. يعني انا لو جالي الكار كام صندوق دول هضمن ان هو يجي لي تاني صح؟ يا رب انا عايز قطعه برضو ماتيريال الصغيره دي. ايه عليكوا على شكلك؟ امشي الكتره بسالك. واحنا ناقصين متفل عندنا. تخطي لا حول ولا قوه الا بالله.
واحد فضل 60 صندوق. ايه هل انت؟ يا رب كار يا رب كار يا رب كار يا رب كار يا رب يا رب يا رب بسم الله. قال خذه ماشي. هلا يا سيدي شكرا يا رب يا رب. انا عايز الكار اللي بعد اللي بعد. يا تعشير يا تعشير بي لا وقفوا وقفوا يا مدحت وقفوا. طب ايه ايه اخر 30 جايب يا كابتن. هو ده بقى اللي عملناه في الشغل يا الهي. بحبك عايزك انت صح صاحبي. مفيش بشر غير خد ابو كرتون. الله يحرق السبريسور على اللي جاب السبريسور. مش عايز سبريسور انا 10 هرب اخر 10 يجي لي كور بس عايز كور. يا اسكس كان نفسي يجي كور. الله اكبر الله اكبر. طب انا لو خدت كار تاني هيجي لي 3 ماتيريال. الله اكبر الله. ايه ده ولا هو انا عشان الفتح؟ ايه الهبل ده؟ هو انا فرحت ليه كده؟ هو جالي في الفتح ال 120 اصلا. ابو عليك انا فرحت ليه كده؟ انا بحسبه جالي قبل المين. حسبي الله ونعم الوكيل. انا فرحت ليه كده بالكار؟ انا فكرت هيجيلي تاني. سلام يا جدعان سلام.